حياة شبيك حياة شعندك؟ شنو؟ شنو حد شيء؟ شنو حد شيء؟ يم شد داخل البرنوش فوق عن الفم اللي جاتك حياة شبيك شفم؟ شبيك تبكي؟ عليك عليا شبيه عليا؟ ايه مش عليا انتم عطيتوا الخيار حبيت نخلط عليكم ها شنو خلطت علينا؟ دخلت علينا هكا في الليل ووحدك وفي الظلام شغلت عليكم يا اخي حبيت نشوفكم يا اخي مدرشنو طلع لي يمكن احنا حاجة تنفخ حاجة تجري شنو حاجة تنفخ هيا يوصل وجهك هيا يوصل وجهك زيني بدخل من الدار سبالة مقصوصة هيا روح من الدار شنو عبد هي في بالو بينا منش معرسين منين اسمع هو اللي قال لي زعما شكون قال ما نعرفش مش وقته مستنى فينا ما هو لباه ما خبرك بغير قولوا لي ايش فيكم لا لا باهي 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 لا باهي ما فما حد شيء شافت احنا ايش خاف بك هو هاي 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 سلم ولادي بالنسبة للتوكيل خلي الأمر دوا يستراح بدل الساعة بساعة أخرى وقتنا من الهرج لكن يا يما هو راه مواش باش يخاف من الهرج أنا راني دبري راسك يسلم ولادي ويهديك خلينا دوا صعني وقتك قبل وبعدين ساهل ما هو لباس منين لباس من بنتك ولا من ولدك ولا من هالسلوكية اللي جايبة معاه شو وصلنا للسلاح يا اخي هو شنو اللي صار اسمع احترم روحك واعرف ايش تقول وانت خليت فيها احترام يلي ايش باش يقول فمي يا راجل هبلت راجل ولا كيف وشنو اللي ما هبنيش بنتك اللي خلتني فضيحة قدام الناس وقدام العرش ولا ولدك اللي باتوا يصبح مع أمه ما فيش فايدة في كلام الزين انت محسوب كيف بونا عيب عليك تزمان على كلام واحنا في دارك يا اخي شنو اللي صار حتى تغش هالغش الكل انت يا بنت الناس ما عنديش معك كلام صحيح ما عندك معاه حتى كلام تنجم تكلم لينا ويزي من الفضايح نتاعك وش هي الفضايح هذه من هو اللي عامل الفضايح انا ولا انت انت بالطبع انا ولا اللي جايب معاها مراه من غير صداق هاي هاني جايب مراه من غير صداق وبعد كيف من غير صداق ايما هذه مساله ما تفهميهاش اسمع يا سيد انا راني في داري وحر نعمل فيها اللي نحب وحدها من كيفك عند دارها هنا عليا عجيب انا هامل وما عنديش باب مال الدار هذه دار باباك جايبها معاك لا ما جبتهاش معايا يمكن انت انا المسؤول عليها المسؤول عليها معناها الدار دارك واحنا على برا افهمها زي ما تفهمها اسمع يا سيد ظهر فيك نسيت روحك
الدار هذه دار بابا الله يرحمه. احنا رانا كبرنا، امراه امراه والراجل راجل، وماناش في حاجه الواحد باش يتوكل علينا. ونعلمك اللي توكيرنا باش نسحبوه. اللي خذيتها لقيتها لا عندها لا والي ولا تالي. تباتوا تصبح بين زوزيتان، دارها يغرد فيها البوم، وباباك تحت التراب. طيحت من قدري وطبست راسي وخذيتها ورديتها شان بين النسوين، بعد ما كانت يتيمة تربي في ليتان غريبة في الدوار، لا شان ولا قدر. عجايب وغرايب. طبست راسك وخذيتها. اسكت 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 على روحك. خمك جدير على روحك انت، ما تحفظش كيفاش جيت للدوار. انت كنت خديم عند بابا. اي نعم خديم عند بابا. قال لها ينول شرفه، قال استنى حتى يموتوا كبار الحومه. لا يا سيد، كبار الدوار مازالوا حيين. حسين يزي تو ما عاد تقول حتى كلمه، ما كانش نقول فيها هوك وحق سيدي العبيد لما نخرج تو من الحوش. لا خليه يقول، أتوا يعرف علي شكونه. لا نعرف، نعرف أكثر من اللي تتصور يا سعيد. الدنيا ماهيش منصوبة على قرنك، ما عندك وين توصل. الدنيا راه فيها قوانين. حياة هاي لمي دبش وغدو الحياة تروحي، وأنا هني مشيت. صباح الخير. سمعتيها شقال؟ ها؟ هذا حزين ولا وقت آخر؟ لا إله إلا الله، نايم لك العام. قلت له تعال يخدم معايا الفلاحة، ما بغاش قراية. ملا قراية، دي ولدك فداوي خير منها. حسين ولدي استاذ وصنديد سيد الرجال عليا. انتي صدقتي استاذ ايش في التمثيل؟ الناس تعرف. وهو هذا الكل قداش قعدت معانا حسين؟ 9 ولا 10 سنين الكل في الكل. حسين ولد المدينة، ولد القراية والبلومة، وما يعرف شي من الفلاحة. اش بيه؟ وكيف ما يعرف شي من الفلاحة؟ اش مدخله في التوكيل؟ الذرية كبروا عليا وما عادش صايرين. واني ما عاد نصرع لحد شي. قوليها وموتي على دينك، وانت كبرتي وخرفتي. حياة ما تنسى ليش المحامي عايشك.
كيف انا مسيه وانا ايش عندي نعمل غاديك راجع لقينا واحد على اقل حاجه نعمل. انت ما تعرف مليح محامي. قلت لك نعرف حسين وتعرف الحكايه الكل. زاده في بالك اللي عم حميد ما عنده حتى وثيقه تثبت ملكيته. امي في بالها اللي بابا باع الهنشير لعمي، وانا كذلك حب يقولوا لنا زوج شهود، وممكن ياسر انه بربي ونلقاو شهود اخرين. اما انت هنيني تهنى ما تحيرش برشا على حسين، ما هيش صغير واكيد راه في دار متيار. ما دار متيار متاعك، الديار الكل درته وريحتها ما فماش. انا اليوم اذا كان ما لقيتهاش في دار عمتي باش نخبر الحرس غدو. هاي نربح الوقت. سلام. احفظي على روحك. مهناش حل آخر ولا ما عندكش فيها ثقة؟ كيف ما عنديش فيك ثقة؟ إنما نحب المسألة تطوال شوية حتى لين الأمور بعد كل شيء تسال واحدة. إيه أنت بعتالي بعد ما يسحبوا منك التوكيل وتظهر بليط؟ لا ما يديروها. يديروها عندك شك؟ حسين صعيب وقاري ويفهم كل شيء، وإذا كان جبت لك هالموضوع هذا ناوي يعملها. زعم ابن عمي. كيف زعم؟ كيف زعم؟ قلت لك هدي المسألة شوي، لكن انت ما هدكش ربي، طبقت الدنيا، اش بيك؟ اخت راهي اخته، وانت بالله اش مجبدك في الطبيب؟ اش يهمك يا انسان؟ كيف مالها؟ اذا سلمى وصلت لصالح وتهنت معناها ناي ما عادش نجم تسبة الهنشير. مالهاك هو كيف ما قلت لك ما عندك حتى حل اخر كان تكتب لي الهنشير. وانت تقد روحك زعما؟ اعوذ بالله من غضب الله، اشني نقد روحي هذه؟ ندرى ما عندكش فيها ثقه عليا ولا كيف؟ رانا خوت. ما وقلنا هذه مساله الثقه ما عادش نحب تشبدها على لسانك. ناي راهو نحبك راجل ونحبك في حل، نحبك تاقف في وجه حميد وصالح وامه. حميد وينه؟ حميد مات البحر صلى عليه الحوت، وصالح عمل حسابه وجاي نهاره. ام رقيه هيك ما عاد عندها ديه. اي ملا تهني روحك. شنو نهني روحي؟ اعوذ بالله من غضب الله عليا. تو كلام هذا؟ احنا رانا رزق واحد وخوت وما قسمناش. اذا بان لك شيء وتبغي تاخذ ملكك اني والله زينك، بيناتنا ورقه نقطعوها. ما لا سيدي، خير البر عاجل. خير البر عاجل. هاي صالح. اهلا بيك. يا حوالي اش تعمل هنا؟ انا هبطت للمدينه باش نقضي قضيه من سوق لامك حميد، وبعد نطلع المركز كان خلوني نشبح. انا زادة كنت مشيع في حياه المحطه، وجيت حبيت نعمل قهوه ومنت والدحلال. ماذا بيا نمشي معاك نعمل نطلع على عمي حميد. سلمى اذا كان ما روحتش من هنا لليل باش نضطر نعلم الحرس. رد بالك تسمع الناس ونديروا فضيحه بلا فضيحه. مالك فاش نعمل؟ نزيدوا خمم وربي يستر. جبت التوكيل؟ جبته. هذا عيلة ما فيهم شمال، أعوذ بالله من غضب الله. هاي السوء. أحسن ما تعمل تضمن على روحك من تو. اسمع الطفلة روحت. ما روحتش. ريح السد انت ممول مثلا وتفرج على هاتي شي عمل. ايش اطلع ايش